ما أن طل شهر رمضان على العراقيين، أمست هناك طقوس يومية لبعض الشباب يراها القانون تسبب مخاطر على سلامة المواطنين، منها التفحيط بالعجلات والدراجات في الشوارع الداخلية للمدينة. احنا اصحاب التاكسي صاحبين عوال على باب الله، وقاعد نشكي من دول اهل الدراجات اللي يعلقون بالدراجات ويسوون لنا كوارث، يعني واذا طاح يصير فصل علينا ويأثر علينا. طبعا الحركات البهلوانية تسبب إرباكا كبيرا لمن يستقل عجلته لأداء مهامه اليومية، أو من يمتهن مهنة توصيل الطعام ويتعرض لحادث سير يسبب له العديد من المشاكل، متمنين من الحكومة المحلية إجراءات مشددة تجاه المخالفين. احنا حادثنا صار بسبب هذول البهلوانيين أبو توصيل، لازم يعني نقلل من هاي الظاهرة لأن كلش مو حلوة بالشارع. عرفت الحادث انا بتوصيل، طلعت من الشارع واجا هذول. ايه اجوا جاي اسمه يفحطون بالشارع ودعمونا. دائرة الصحة التي أعربت عن امتعاضها لما تستقبله يوميا من ضحايا حوادث السير وتأثيرها على المواطنين، داعين للالتزام بالسلامة العامة. حول سؤالك عن العجلات الجارجر، الألعاب الرياضية، وكذلك الدراجات اللي احنا نسميهن جماعة التعليق، احنا مباشرين مديرية مرور كربلاء المقدسة مباشرة بحجز العجلات والمخالفين من ضمن العجلات الجارجر وكذلك الدراجات. احنا سلمنا اكثر من 1500 دراجة الى قمرك كربلاء، اغلبها مخالفين. 77 من ضمنهم ذني يسمونهن العجلات الدراجات البطح، اللي اغلب اسعارهن تتراوح بين 60 الى 70 ورقه. من 70 دراجه تم حجزهن ومصادرتهن عن طريق المحكمه الى جمرك كربلاء. عشرات الحوادث تسجلها يوميا صحة كربلاء بما يشاع تسميتهم بالبهلوانين لعدم امتثالهم لقوانين المرور العامه. لقناه التغيير الفضائيه جاسم الهميم، كربلاء.